السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المعلومات اللي راح تشوفها في الفيديو بالنسبة إليك ممكن تكون بسيطة، بس بالنسبة لغيرك ممكن تكون مهمة جدا. فشارك الفيديو أنت، ممكن غيرك يستفيد. وأول إشي بالإمساك، مسألة الإمساك، إنه نأخذ الشغلات البسيطة، منبلش بالأساسيات وبعدين بننتقل بالحلقات الثانية خطوة خطوة، ولكن دائما بلش بالإشي البسيط والسهل والضروري. بنبلش بالوضعية، وضعيتك أثناء الجلوس أثناء عملية الإخراج. ضروري جدا تعرف إنه النصائح اللي بنعطيها نصائح عامة، يعني ما بنفرض عليك إشي، ودائما ارجع لطبيبك والمعالج المختص في أي أمر طبي. بس أني بنقول لك نصائح عامة من حكم تجربتي وخبرتي بهذا المجال، ولكن دائما ارجع لنصيحة طبيبك. أول شغلة بدك تساويها وانت قاعد في الحمام اللي هو الوضعية. احنا بنعرف انه الآن معظم البيوت والدور موجود فيها الحمام الفرنجي، يعني مش الحمام العربي. الحمام العربي الواحد بيقرفص بيقرفص وبقعد وهي القاعدة الصحية. بالحمام العربي بتلاقي الفرنجي، قصدي تلاقي الواحد قاعد زي هيك، هاي مش صحية. ليش؟ هسه بقول لك. هسه يا معلم، لما انت تقعد على الحمام الفرنجي قاعدة زي هيك، شايف هاي هون بقول لك زاوية 90، والقعدة الصحيحة اللي هي اللي بالأزرق هاي، اللي هي بدك ترفع رجليك وتنزل راسك. ليش؟ لأنه إذا بنرجع للصورة اللي ورجناك إياها بالفيديو الأول، شايف هون هاي الزاوية، هاي خلنا أقرب لك إياها. شايف للزاوية هاي هون، هاي الزاوية لما أنت ترفع رجليك وتطمن راسك بتصير لينة أكثر، وبالتالي بنزل البراز بشكل أسهل وأحسن. هسه بمثل لك شلون تساوي، لا تخاف. القاعدة الصحيحة بدك إذا أنك أنت طويل زيي وهاي المقعدة، ترفع رجليك زي هيك، الركب بيرتفعوا بصيروا قريبات على مستوى الصدر، وبتنزل راسك زي هيك. من الناحية التشريحية هذا أسهل للجسم للإخراج. جميل. إذا أنت من الجماعة اللي بيقعدوا على العربي وبيقرفصوا أمورك طيبة، إذا ركبك بتحملهم. إذا الواحد مش طويل شو يساوي، أو طفل، بتحط شغلة تحت رجليك، ما بدري شو بتسميها، شغلة هيك زي البلاستيكة إشي بسموها بالإنجليزي ستيب، يعني بترفع رجليك عليها زي هيك، يعني بتحطها على الأرض بترفع رجلك زي هيك، بتساعدك إنه ترفع الرجلين لفوق للكبار والصغار. انت رفعت رجليك زي هيك وطمنت لتحت، هاي خطوة صحيحة بداية وبسيطة، الكل لازم يتبعها. اللي معاه امساك او ينصح فيها، اللي معاه امساك واللي ما معاه امساك. اذا قاعد هيك وحس ان الامور شوي مغلبيته، بس يرفع رجليه ويطمن احتمال تمشي الامور. اللي معاه امساك مزمن شو يساوي؟ انا بنصحه أو ينصح من قبل المعالجين في هذا المجال، أنه كل يوم كل يوم بعد وجبة الفطور أو أول وجبة في اليوم، يروح على الحمام، يقعد على المقعدة على الحمام ويعمل الحركة هاي، ويرفع رجليه ونزل بطنه وينفخ بطنه شوي ويشد لتحت، حتى لو ما بشعر بالرغبة. يعني حتى لو انت مش شاعر انه عندك رغبة وبدك تروح على الحمام تخرج، روح لجماعة اللي عندهم الامساك المزمن، يروح كل يوم بعد الفطور، يقعد له بالحمام 5 دقائق ويعمل الحركة هاي وكأنه بحاول يخرج. هذه بتحسن الحركة داخل القولون. في ناس شو بتقول لك؟ بتقول لك يا عمي انا بروح على الحمام بخرج بخلص بحس انه بعدني ما كملت، يعني عملية الاخراج ما بتكون كاملة، ما برتاح. انا بقول لك جرب هالشغلة هاي، بس تخلص دايما انت
اقف او وقف ماشي، وبعدين ارجع اقعد وجرب مره ثانيه. اذا جربت الوضعيه هاي وما زبطتش بنصح باخذ شيء عن طريق فتحه الشر، يعني تحاميل، تحاميل جليسرين، شغله بسيطه، جليسرين او دولكولاكس. خربت الامور مش زابطه لا بالجليسرين ولا بالدولكولاكس، ينصح تاخذ فوسفيت انما الحقن الشرجيه تعيد الفوسفيت. بس ما بنصحوا انك تاخذ اشياء عن طريق الفم لانها بتعمل كسل، نوع من الكسل انجاز التعبير لعضلات او لحركه القولون داخل الجسم. هو شو الهدف من السلافه؟ الهدف من السلافه هاي كلياتها انه انت تحاول ترجع عمليه الاخراج لوضعها الطبيعي، تحاول ترجع العضلات، يعني عضلات البطن وعمليه الاخراج لوضعها الطبيعي، يسموه بالانجليزي normalize، يعني normalize your habit or defecation habit، انه ترجع عملية الاخراج الى وضعها الطبيعي. انت هيك بتحاول، ولذلك بقولوا لك هون مثلا وقف المسهلات اللي عن طريق الفم، واذا مضطر عملت الوضعيات هاي بتاخذ مثلا تحاميل او حقن شرجية. الشغلة هذه شغلات اساسيات منتابع بحلقات قادمة والأجزاء القادمة على المراحل، ولكن ينصح أنه تجريب هذه الأمور لمدة 4 أسابيع على الأقل، وبعدين بتشوف النتائج. زبطت أمورك؟ زبطت. ما زبطتش بنتقل معاك المعالج لمرحلة ثانية. أنا بكتفي وبقولكم السلام عليكم. شاركوا الحلقة، ممكن شغلات بسيطة بالنسبة لك مهمة بالنسبة لغيرك. السلام عليكم.